ستقوم أمريكا بالتفاوض مع إيران. يعني أنا أصبحت مقتنع إنه أمريكا يعني مصممة على التفاوض بأي شكل من الأشكال، مصممة على الوصول لاتفاق مع إيران مهما كانت الكلف. وهذا يعني بالمنطق، بكل منطق، أنت عندما تقول في عملية تفاوض حتى في السوق وتدرك أن خصمك سيوافق على أي شيء تقوله، بالتأكيد سوف تغالي بكل طلباتك. هذه بالمبدأ، يعني إحنا بالحياة الطبيعية. فكيف في حالة الدول؟ نحن لدينا طرف مثل إيران هو من أمهر وأخبث الأطراف في قضية التفاوض، وهذا ما تبين للجميع خلال مفاوضات اتفاق أوباما السابق. لديه قدرة ونفس طويل على التفاوض، ولديه قابلية على البقاء بإلحاح وراء التفاصيل والجزيئات حتى ينال أفضل ما يريده. والكل أجمع بعد ذلك، بعد توقيع الاتفاق مع أوباما، أن الاتفاق لم يستطع أن يمنع إيران أبدا من إكمال مشروعها النووي.